شوف الصحافة كنقدموها لكم من قناتكم شوف تي في. أهلا بكم، نستهلوا جولتنا من يومية المساء العنونات. الفيضانات تستنفر الحكومة لاعتماد ضريبة التضامن ضد الكوارث. قررت الحكومة برمجة المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية خلال المجلس الحكومي المقبل، وذلك وسط استمرار الفيضانات التي أودت بحياة عدد من المواطنين. وإلى يومية الأحداث المغربية، تستأنف الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية يومه 13 شتنبر الجاري محاكمة 4 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، 2 منهم بتهمة المشاركة في القتل العمد والاثنان الآخران بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض. ونختم بيومية أخبار اليوم، تغييرات مفاجئة في لائحة القجع بالجامعة. وإلى تفاصيل، قرر فوزي القجع إجراء تغييرات بلائحة مكتبها المسير التي سيعرضها خلال الجمع لعام المقبل للجامعة، والمقرر عقده في 16 من الشهر الجاري. وقرر القجع التخلي عن خدمات 5 أعضاء من مكتبها المسير على أن يختار من يعوضهم في لائحة جديدة. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.